مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا سي بي سي اكس في كل مكان، وجوله رياضيه جديده لاهم وابرز الاخبار والتصريحات الرياضيه في حلقه جديده من اكسترا تايم. صفحه البرنامج زي ما هتظهر امام حضراتكم هي اكسترا تايم، دي الصفحه الرسميه والرئيسيه واللي من خلالها دائما بنجاوب على اسئله حضراتكم، وايضا بنقرا تعليقات حضراتكم على الاسئله واللي بنطرحها بشكل يومي قبل بدايه الحلقه. وسؤال حلقتنا النهارده متعلق ببطوله يورو 2016 والمقامه حاليا في فرنسا دور الثمانيه، وبالفعل ابتدت مواجهات دور الثمانيه وشفنا اول مواجهه وجمعت ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب بولندا، وصعد المنتخب البرتغالي لدور النصف النهائي. ايضا كان في لقاء بالامس ما بين المنتخب الويلزي ومنتخب بلجيكا، وبصراحه مفاجاه من العيار الثقيل وفوز المنتخب الويلزي بثلاث اهداف مقابل هدف ليصعد ويلاقي المنتخب البرتغالي في نصف النهائي. النهارده المواجهه الثالثه ونهائي مبكر جدا، والسيناريو مقرر لنصف النهائي بطولة عام 2012 وكانت جمعت ما بين المنتخب الألماني والمنتخب الإيطالي. سؤال حلقتنا النهاردة وتوقعاتكم ونظرتكم بعد ما تابعتوا أداء المنتخبين خلال الفترة الماضية، من ينتصر في مواجهة الليلة في دور الثمانية في يورو 2016، المنتخب الإيطالي أم المنتخب الألماني؟ أنطونيو كونتي المدرب أو مدير الفني للمنتخب إيطاليا أم يوخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني؟ توقعات حضراتكم لهذه المواجهة واللي ستقام اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 9 مساء. تعالوا مع بعض نروح ونشوف أخبارنا الحصرية النهاردة. أول أخبارنا الحصرية النهاردة متعلق بمنتخب الشباب واللي بيقوده فنيا كابتن معتمد جمال، وزي ما قلت لحضراتكم كان في خلاف ما بين منتخب الشباب والنادي الأهلي عن رمضان صبحي. رمضان صبحي بيشارك مع منتخب الشباب وأيضا بيشارك مع النادي الأهلي، كان الكاف هو اللي حدد موعد لقاء منتخب الشباب امام المنتخب الانجولي يوم 8/7 القادم، وكان من قبل كده كان متحدد لقاء القمه ما بين الاهلي والزمالك يوم 9/7، وبالتاكيد كلا الطرفين سواء المنتخب او النادي الاهلي بيرغب في مشاركه رمضان صبحي. وكان معنا كذا مداخله سواء من الاتحاد المصري او من اعضاء المنتخب المصري لكره القدم عن موضوع رمضان صبحي، يا ترى رمضان صبحي هيلعب اللقاء ده ولا هيلعب اللقاء ده، ولكن الخبر الحصري معانا النهارده يقول منتخب الشباب بيستسلم أمام رغبة النادي الأهلي في التمسك برمضان صبحي في قمة 9 يوليو. واستسلم كابتن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب أمام رغبة النادي الأهلي في التمسك بلاعبي رمضان صبحي وأحمد حمدي خلال لقاء القمة والمقرر إقامته يوم 9 يوليو الجاري في ختام مباريات الدوري العام، خاصة وأن اللوائح بتمنح الأهلي حق الإبقاء على لاعبيه، ورفض النادي الأهلي كل المحاولات الودية التي بذلها اتحاد الكرة من أجل السماح للاعبيه بالمشاركة مع منتخب الشباب أمام نظيره الأنجولي يوم 8 يوليو في الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات زامبيا العام القادم. الخبر الحصري الثاني اللي معانا النهارده متعلق بنادي الزمالك وواحد من اهم لاعبين نادي الزمالك احمد حمودي والمعاره من نادي بازل السويسري الى نادي الزمالك، وكان من المفترض في حال طبعا نادي الزمالك رغبته في شراء احمد حمودي بشكل نهائي ان هو يدفع 700,000 يورو الى النادي السويسري، ولكن واضح كده ان في بدايه ازمه ماليه داخل نادي الزمالك، وبقول مش بدايه ولكن عندهم ازمه ماليه في التعاقدات الجديده، لان الخبر الحصري معانا النهارده بيقول نادي الزمالك بيمنح الاهلي فرصه الاقتراب من حمودي بخصم 50% من مستحقاته. ورفض احمد حمودي لاعب بازل السويسري والمعار لفريق نادي الزمالك طلب مسؤولي القلعه البيضاء بتحمل قيمة نصف صفقة انتقاله نهائيا في ظل انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، ويحق للزمالك التعاقد مع اللاعب نهائيا من خلال دفع قيمة 700,000 يورو حسب التعاقد، إلا أن مسؤولي الزمالك يروا أن المبلغ الكبير على اللاعب وطالبوا خلال الجلسة بتحمل نصف القيمة المالية من خلال خصمها من مستحقاته المالية، ولكن اللاعب رفض، وفي المقابل يستعد النادي الأهلي لضم اللاعب بشكل نهائي حال وصول الطرفين إلى طريق مسدود بشأن المقابل المادي الذي يطلبه نادي بازل السويسري لإتمام الصفقة.
دي كانت أخبارنا الحصرية، أخبارنا لسه متواصلة كالمعتاد في إكسترا تايم، ولكن من الملاعب المحلية. برحب بحضراتكم مرة تانية، وأيضا أخبارنا المحلية متواصلة ومن داخل نادي الزمالك، ونشوف ما هو الجديد في قصة موضوع كابتن محمد حلمي المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، واللي عاد مرة أخرى بعد أن تقدم باستقالته عقب التعادل الإيجابي مع النادي المصري بهدفين لكل فريق. وسمعنا أخبار أن كابتن محمد حلمي مش هيقود نادي الزمالك، ولكن بعدها بيومين بالظبط لقينا مرة تانية كابتن محمد حلمي بيقود الفريق، وفي كلام كبير وكتير جدا ان مع نهاية الموسم مجلس ادارة نادي الزمالك بينوي التعاقد مع مدير فني اجنبي. محمد حلمي بيدرس الرحيل للخليج بعد انتهاء علاقته بنادي الزمالك. ويدرس كابتن محمد حلمي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض مغري لتدريب احد الاندية بدول الخليج خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مسابقة الدوري العام. ويأتي العرض الخليجي بعد نجاح كابتن محمد حلمي في الزمالك في تحقيق الفوز في 8 مباريات متتالية وتعادل وحيدة مع النادي المصري بهدفين لكل منهما، الأمر الذي أدى لتأجيل تتويج النادي الأهلي باللقب حتى الجولة قبل الأخيرة من الدوري، رغم أن الفارق بين القطبين وصل ل 11 نقطة قبل توليه المسؤولية. يذكر أن كابتن محمد حلمي استقال من تدريب نادي الزمالك ثم تراجع عن الموقف وقرر الاستمرار حتى نهاية الدوري العام. ومعي على الهاتف المهندس إيهاب الهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم الأول، هنتعرف منه ما هو الجديد داخل المنتخب، وخصوصا مستر هيكتور كوبر كان طلب إجراء عدة لقاءات ودية خلال شهر أغسطس وسبتمبر القادمين. هنشوف ما هو الجديد، وسامع أن في بعض العروض هنتأكد منه هل هذه العروض حقيقية وفي عروض رسمية ولا لا. مهندس إيهاب أهلا بيك معنا. أهلا بيك، كل سنة حضرتك طيب يا رب. طمنا مهندس إيهاب، يعني سمعنا مستر هيكتور كوبر طلب إقامة مباريتين وديتين خلال الأشهر القادمة، بدأت التحرك بالفعل ولا لسه؟ هو احنا في معسكر إن شاء الله هيكون من يوم تقريبا يوم 25 أو 26 ثانية على حسب بداية المسابقة إن شاء الله من الدرجة عام الموسم الجديد. لغاية يوم 6/9 ده البداية اللي فيها أسبوع توقف. طبعا الناس يعني احنا وجود مباراة أو اثنين في الفترة دي، لكن طبعا الأمور صعبة إن هي دي فترة التوقف، هيكون فيها جولة ستة لتصفيات أفريقيا اللي احنا الحمد لله تأهلنا إليها وما عندناش مباراة في الأسبوع ده. تمام. في الأسبوع ده، لكن كل الفرق مشاركة، كل الفرق بتشارك في تصفياتها. في بعض الفرق ممكن الفرق تأهلت لتصفيات على كأس العالم، لسه إلى الآن ما تأهلتش، فتصفيات عندها مباراة حاسمة. فبالتالي بنحاول ان احنا نلاقي ان شاء الله مباراه او اثنين كده في الفتره دي ان شاء الله، لكن لسه الى الان ما فيش حاجه رسميه. طيب. اكيده ان احنا بنحب نشتغل برضه من خلال اتحادات مشاركه. طيب سمعنا ان المنتخب الكاميروني طلب اجراء مباراه وديه مع منتخب مصر عشان احنا عارفين ان هو واقع في المجموعه مع منتخب الجزائر، والكره المصريه شبيهه الى حد ما الى الكره الجزائريه، ما صحه هذا الخبر؟ لا، ما كلام مش سليم خالص، ما فيش اي حاجه من المنتخب الكاميروني، لكن ما الى الان مفيش حاجه لاتحاد الكوره، يمكن احنا حاولنا نتصل بيهم لكن هم بيفضلوا يلعبوا مباريات اخرى جهه شمال افريقيا. طيب ايضا كان في خبر وبرضه عايز اعرف مصداقيه هذا الخبر، ان المنتخب الاسباني طلب برضه اجراء وديه مع المنتخب المصري ولكن عن طريق وزاره الخارجيه الاسبانيه مع وزاره الخارجيه المصريه. الكلام مش سليم خالص، يعني ما اعرفش الكلام بيتداول، كلام خاطئ جدا، يعني كلام هو اكثر من الخطاب جاي من الخارجيه المصريه لاتحاد الكوره، بيفيد ان المدرب الاسباني كان بيفكر يلعب مع منتخب مصر، احنا بالتالي على طول ارسلنا خطاب واثنين باستعجال نشوف ايه الموضوع ده وطلب مصطلح. احنا ما عندناش طبعا اهلنا مشكله، موافقين جدا طبعا ورحبنا بالموضوع ده، لكن الان ما فيش حاجه وصلت لا رسمي من الاتحادات ولا شيء، ما عباره عن خطاب واحد جاي من الخارجيه مش اكتر يعني. طيب اخر سؤال قبل ما اقفل مع حضرتك، وتعليق مستر هيكتور كوبر على مجموعه مصر في تصفيات كاس العالم. لا احنا خلاص، احنا يعني زي ما قلت انا كان في كلام كتير جدا على موضوع التصنيف، لكن خلاص بعد القرعه وبعد ان شاء
شايف اللي هي مجموعات كلها متوازنة، الفرق كلها متقسمة والقوة واحدة جدا، لكن إن شاء الله إحنا عندنا أمل إن إحنا نوصل كأس العالم وخلاص. بتفكر إن إحنا مجموعتنا شايف إنها كويسة معقولة، عندك برضو غانا من الفرق القوية، النهاردة الكونغو برضو من الفرق إنها موجودة في الصورة، أوغندا من الفرق الكويسة جدا برضو في الصورة بقى لها فترة بنتابعها، فإن شاء الله كلنا حظ كويس إن شاء الله. طب مهندس إيهاب، يعني في المواقف اللي زي دي بيتم التحضير ليها مبكرا بطلب أشرطة فيديو للمنتخبات اللي معانا في المجموعة، ابتدينا نتحرك في الموضوع ده؟ طبعا الأمور دي كلها موجودة عندنا، منتخب ماتشات غانا في ماتشات أفريقيا اللي فاتت كلها، أوغندا كله الجهاز الفني على طول بيتابع الكلام ده على طول. مهندس إيهاب يعني أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، وتمنياتي طبعا ليك بالتوفيق ولمنتخب مصر إن شاء الله خلال الفترة القادمة. هنواصل أخبارنا المحلية ونرجع مرة تانية لنادي الزمالك، وكان أو قلت امبارح أو أول امبارح خبر متعلق بمصطفى فتحي وعرض بولونيا الإيطالي، وإن تم سحب هذا العرض، ولكن واضح كده أن نادي بولونيا الإيطالي متمسك بمصطفى فتحي لأنه أعطى أو أمهل نادي الزمالك 48 ساعة ليحسم هذا العرض. الخبر بيقول الزمالك بيحسم مصير احتراف مصطفى فتحي خلال 48 ساعة القادمة، ويحسم مسؤول نادي الزمالك مصير مصطفى فتحي صانع العاب الفريق من عرض بولونيا الإيطالي خلال 48 ساعة القادمة بشأن الموافقة على العرض أو رفضه بشكل نهائي، وفي حالة عدم رد مسؤولي الزمالك على نظرائهما في بولونيا عقب مباراة سموحة المقبلة فتكون الصفقة قد فشلت بنسبة كبيرة، وكان النادي الإيطالي قد طلب الحصول على خدمات نجم الزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء طالبوا شفهيا بمبلغ 3 مليون دولار لكنهم لم يحسموا موقفهم بشكل رسمي من العرض. وعايز أقول لحضراتكم إن نادي بولونيا كان طلب النادي الزمالك مصطفى فتحي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 400,000 يورو، وفي حال إن هو أثبت نفسه مع نادي بولونيا الإيطالي سيتقدم بعرض نهائي لشرائه بقيمة 1,600,000 يورو، تصل قيمة الصفقة كلها 2 مليون يورو، ولكن نادي الزمالك زي ما حضراتكم سمعتوا معايا عايزين 3 مليون دولار في صفقة مصطفى فتحي. بكرة هيكون ختام الأسبوع 33 للدوري المصري لكرة القدم، وعندنا مباريتين سيقاموا في نفس الموعد، مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد وسموحة مع نادي الزمالك. تعالوا مع بعض نتعرف على حكام لقاء النادي الأهلي والاتحاد. محمود عاشور هو حكم المباراة، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة كابتن جمال الغندور أسماء حكام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي ستقام غدا الأحد في الأسبوع 33، واستقرت اللجنة على طاقم مكون من زي ما حضراتكم شايفين معايا محمود عاشور حكم ساحة، ضياء السكران مساعد أول، أحمد توفيق طلب المساعد الثاني، والحكم الرابع عبد الصبور محمد. بعد الهجوم الشديد اللي حصل خلال الأيام الماضية سواء من متابعي ومشجعي النادي الأهلي أو من الجانب الإعلامي على شريف إكرامي بسبب تذبذب مستواه خلال المباريات الماضية، وكان في كلام وقلت هنا في إكسا تايم إن مستر مارتن يول سيدفع بشريف إكرامي في مباراة الاتحاد القادمة. الخبر بيقول النهاردة معانا بيقول تألق إكرامي يثير حيرة مارتن يول، وأعرب مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي عن حيرته من المستوى الرائع واللي بيقدمه شريف إكرامي في التدريبات الأخيرة لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الدوري العام. تألق إكرامي مساء أمس الجمعة في التدريبات بعد أن تصدى لثلاث ركلات جزاء، وكان مارتن يول قد شن هجوم عنيف على شريف إكرامي بعد الهزيمة أمام أسيك الإيفواري، ووصف أداؤه بالمتواضع مشددا على ضرورة التعاقد مع حارس جديد. أخبارنا لسه متواصلة من الملاعب المحلية، ومواجهة أو ختام الدوري المصري لكرة القدم هيكون يوم 9/7 لقاء ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ختام الدوري العام، وزي ما تعودنا خلال السنين الماضية بيتم تعيين حكام أجانب لهذه المواجهة، وبالفعل اتحاد الكرة بيعلن تعيين حكام أجانب لقمة النادي الأهلي والزمالك،
واعلن العميد ثروت سويلم رئيس اتحاد الكره المؤقت ان مباراه القمه بين الاهلي والزمالك في الاسبوع الاخير للدوري سيديرها طاقم حكام اجنبي. واكد سويلم ان اختيار الطاقم الاجنبي نظرا لظروف المرحله الحاليه، مؤكدا على تقدير واحترام الجميع للجنه الحكام الرئيسيه والحكام المصريين ولدورهم الكبير طوال الموسم الكروي. ويلتقي النادي الاهلي امام الزمالك يوم 9 من شهر يوليو الحالي في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز. بالخبر ده نكون وصلنا لنهاية جولتنا المحلية، اسمحوا لي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل واحد من نجوم التعليق والنقاد الرياضيين كابتن او دكتور طارق الادور، وهنتكلم معاه اكيد عن ابرز واهم ما حدث في بطوله يورو 2016 والمفاجاه التي حدثت بالامس من المنتخب الويلزي امام المنتخب البلجيكي وتوقعاته لمباراه اليوم النهائي المبكر ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب الالماني. كل ده هنعرفه اكتر وهنعرف كواليس من دكتور طارق الادور، ولكن بعد فاصل. BBC.